عسلمة، السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. سامحوني مرة أخرى على هذا التأخير اللي دام أكثر من شهر، وانتم تعرفوا الأسباب، إن العمل في حركة تغيير شمال إفريقيا، وخاصة إن العاملين جدا قليلين، ولهذا معنتها ما نلقاش وقت باش نعمل فيديوهات في القناة متاعي الخاصة تعلموا دين ربكم. تكلمنا في آخر فيديو عن ما يسمى بالفرق بين فكرة الله وفكرة الرب. صحيح كثير من الشباب اتصلوا بي وقالوا لي إن الحديث عن الله هو أمر معقد وأمر طويل ويحتاج كثير من التركيز. صحيح أنا نحاول باش نبسط أكثر شيء ممكن، ولكن كثير من الشباب خاصة اللاديني معناتها ما عجبوهش الفيديوهات حول الله. هنا أنا حبيت نقول حاجة معناتها مهمة، إن الفيديوهات هذوما بصفة عامة وفي الدرجة الأولى موجهين للأشخاص اللي يؤمنوا بأديان وخاصة المسلمين. نحاولوا باش نفهموا شنو أصول وجذور فكرة الأديان هذه. هذاك علاش في الفيديوهات هذه قلنا إن كل حاجة يفكر فيها الإنسان أو كل حاجة يؤمن بها الإنسان عندها ترجمة على الواقع متاع الحياة. وقلنا في الفيديوهات السابقة إن الفكرة الأولى هي فكرة الرب، وهي فكرة الأم اللي تولد وتخلق نوعا ما الحياة. يعني لو نعود للتاريخ الإنساني نلقاو إن فكرة الرب أو الخالق مربوطة ياسر بالأرض، مربوط ياسر بالأم. أما الفكرة ما يسمى بالفكرة الرجولية المسيرة المحاسبة المراقبة، يعني هذه هي ظهرت منها الجانب الآخر من فكرة الرب، والذي ظهرت على أشكال عديدة كما قلت لكم زوس ومثلا الله وغيرها من الأفكار اللي ظهرت ما يسمى بالرب الذكوري، الرب المسير، الرب المحاسب والمراقب، اللي هي ظهرت في أشكال الحكام والملوك والفراعنة وغيرها من تلك الأمور. إذن هوني الفكرتين هذم اللي هي الأب والأم يعني اتطورت واندمجت فيما يسمى بالديانات السماوية متاع الشرق الأوسط، معناتها بداية من الزردشتية والإبراهيمية واليهودية والمسيحية والإسلام، وأصبحت ما عادش نفرقوا من بين الإله الخالق والإله المحاسب. يعني أصبح نجم نقولوا الأم والأب حاجة واحدة، وهوني يكمن الخطأ الكبير. لأن يمكن فهمت يعني احتمال الإنسان يؤمن يعني بإله والد خالق، فهمت يعني بإله كقاعدة. ولكن المشكلة اللي فما هو هذا الإله المراقب العساس، هذا الإله المسير، هذا الإله المتدخل في حياة الناس وحياة الكون، هذا الإله المعاقب، وهذا الإله اللي معناتها يطلب منا باش نسجد له وباش نعبده وباش نخضع ليه
وباش نستسلم ليه. ومن هنا جاءت فكرة اللي هي أكبر، هو إن الله يقول لنا شنو نعمل وشنو ما نعملوش، يعني يتدخل حتى في حياتنا الشخصية، معناتها إلى أبسط الأمور باش يقول لنا شنو نعمل وشنو ما نعملش، من خلال هؤلاء معناتها الأنبياء اللي هما معناتها أنا أعتبرهم شخصيا يعني كاذبين أو مستغلين الخوف عند الإنسان والضعف عند الإنسان، ومستغلين ما يسمى الروحانيات من أجل قيام بثورات أكثر منها سياسية. ونرى يعني أن اليهود باسم الرب متاعهم إلهيم متاعهم يعني احتلوا مناطق أخرى وادعوا فهمت أراضي غير أراضيهم إن الرب أعطاها لهم، وهذه معناتها نعرفوها في التاريخ وتتعاود توا. يعني في الحقيقة الأنبياء هذوما ما يسمى بالأنبياء متاع ديانات هذه معناتها الإبراهيمية، هي مثلها مثل مثلا الحركات اللي موجودة توا يعني السياسية الإسلامية، كما مثلا الخميني، كما مثلا قطب، كما حسن البنا، كما غيرهم، كما رؤساء معناتها بتاع الإخوان المسلمين اللي يستغلوا الإسلام من أجل أهداف سياسية. ما فماش فرق من بين موسى اللي استغل المخزون الديني لدى الشعب اليهودي من أجل فهمت يسيرهم كما يحب. ما فماش فرق من بين محمد اللي استغل المخزون الديني عند القبائل العربية من أجل تكوين الإسلام. يعني الديانات السماوية الكل بصفة عامة هي ديانات غير طبيعية. صحيح موجود ديانات طبيعية، ولهذا لازمنا نعمل الفاصل من بيناتهم الزوز. فما ديانات طبيعية وفما ديانات مصطنعة وظهرت في عائلة واحدة وظهرت في منطقة واحدة ومتوارثة من أب عن جد. فتجي القرآن يقول وفضلنا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولا مثلا الديانة اليهودية معناتها تقول لك إن شعب الله المختار، ونجي نشوفوا كلهم معناتها يهبطوا من نفس السلالة بغض النظر هل هما توجدوا ولا متوجدوش، هذه مسألة أخرى. يعني احنا عطينا الموروث اللي يوصل لنا توا في الوقت الحاضر. كثير من المسلمين يعني عندما يناقشك فكرة الرب يعني يسخايب وقت يوصل باش يقنعك او باش يشكك او باش معناتها تخليه معناتها يقول ان فما امكانية ان هناك رب، مباشرة ينتقل الى الفكرة الثانية ان هذا الرب هو الله. هيا سيدي افترضنا ان هناك اله والد خالق مظهر، هل يعني انه زوس؟ هل يعني انه اله اليهود الهيم؟ هل يعني انه فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان؟ واللي فما هناك الاف من الالهات. إذن الله بحد ذاته هو إله خاص بالعرب، يعني هو أحد الآلهة العربية المتعارف عليها مع آلهة أخرى اللي فضلها محمد على البقية. ليس له علاقة بفكرة الرب الخالق، ما عندوش حتى علاقة. يمكن كما قلت لكم يكون خالق وغير مسير، يمكن يكون خالق وغير محاسب، يمكن يكون خالق وغير طالب من البشرية أن تؤمن به أو أن تخضع ليه، وليس له جنة أو نار. يعني لازمنا نفرقه. ولهذا أقول أنا لماذا أتكلم على فكرة الله بحد ذاتها، اللي رغم كثير من اللادينيين يقولوا لي ما أنت هذا الموضوع يعني موضوع شائك وموضوع ممل،
الفيديوهات هذه ماهيش متوجهة للدينيين في الدرجة الأولى، هذه الفيديوهات متوجهة للي يؤمنون بدين وخاصة للمسلمين. يعني نجم يؤمن برب في مستوى الوعي اللي موجود في وقتنا الحاضر، فمش حتى مشكل. ديما نقول أنا المشكلة مش في هل الله أو الرب بصفة عامة، حاجة نقول الله لأن كلمة الله والرب تخلطت مع بعضها ولينا نصايبوا أن الرب هو الله. لا، الرب أشمل كما قلت لكم، والرب هو اللي يترجم، بينما الله هو اسم عالم لا يترجم كيف وكيف زوس ولا غيرها ولا آمون ولا غيرها من الأسماء. يعني عدم الإيمان بالله أو عدم الإيمان بآمون لا يعني أنك ما تؤمنش بالرب اللي هو الخالق أو المهندس أو الصانع، ما عندهاش حتى علاقة. إذن الفيديوهات هذه متوجهة بدرجة خاصة للمسلمين، حبيت نفهمهم اللي ما لازمهمش يخلطوا بين الأمور. المشكلة متاعنا هو الله وما قيل عن هذا الإله العربي القادم من جزيرة العرب. أما فكرة الرب في المطلق فهي ليس مشكلة، فهمت؟ وهي فرضية يمكن العلم، فهمت؟ يوصل إلى فهم ماهية أصل الوجود وأصل الكون، ويعني ويعطيها معناتها تفسير علمي. يعني لو كان هناك بالفعل رب موجود، العلم سوف يصل إليه. يعني هذه مسألة منطقية. هذاك علاش ديما نقولوا السؤال الصحيح هو البحث في الوجود بحد ذاته وفي الكون بحد ذاته، مش نقولوا ان الكون خلق رب ونسكتوا. خاطر كي نفهموا كيفاش الانسان توجد، كيفاش الكواكب توجدت، كيفاش الكون توجد، نجم نوصلوا لبعض المعطيات اللي تقربنا هل لهذا الكون واجد. والمشكلة مش هل واجد ولا مش واجد، مش المشكلة هذه. يعني هل هذا الرب ضمن الكون أو خارج عن الكون، أو هذا الكون جزء من هذا الرب. هذه هي معناتها المعضلة كما نقولوا احنا الفلسفية. هي شنية الفلسفة؟ الفلسفة هي البحث في أمور فكرية لم يتطرق إليها العلم المادي أو التجريبي أو الوجودي، فهمت؟ فالفلسفة تسبق العلم وتفتح له مجالات باش من بعد يجي العلم ويحقق في هذه الأمور ويثبت ما هو صحيح وما هو غير صحيح. يعني كثير من الأفكار الفلسفية القديمة أصبحت الآن حقيقة علمية. مثلا واحد يجي قبل 1000 سنة يتفلسف يقول لك الأرض كذا وشكلها كذا وكذا بدون اعتماد على أدوات علمية. ولكن في الوقت الحاضر ما نجموش نتفلسفوا في شكل الأرض، لأن العلم أثبت فهمت شكل الأرض. إذن هنا الفلسفة هي عبارة على مصباح يورينا الطريق القدام، وهذه هي ميزة الإنسان. الإنسان ينجم يتخيل، ينجم يتصور، ينجم يفكر، ينجم يعني يبعد بعيد خارج إطار الجسد متاعه وخارج إطار فهمت المادة المحدودة اللي هو موجود فيها. ما نسميه بالإحساس، يعني الإحساس الإنساني، لا كونسيونس، الإحساس الإنساني هو عالي بدرجة إنه يمكن أن يمشي أبعد من حدود المادة. إذن هذه الفيديوهات عندما إحنا نتكلم على الرب بصفة مطلقة نريد أن نبين هذا الفرق الموجود
من بين الآلهات اللي صنعها البشر واللي هي في الحقيقة تحمل صفات بشرية، مثل مثلا يقول لك إن الإله محتاج للحمد وللشكر، هذه صفة بشرية إنسانية. إنسان وقت يعمل حاجة باهية ماذا به يقولوا له صحيح، فهمت؟ ولو تشوف يعني فكرة الآلهات، يعني مثل الله أو زوس، أو دائما يطلب من البشر أن يعبدوه وأن يؤمنوا به وأن يقدمون له القرابين. يعني نشوفه مثلا إله الإسلام، يعني هل يعقل بعض الإخوة يعني يحكي في نقاشات نناقشوا في الموضوع هذا، قالك هل يعقل أن هذا الإله الذي خلق هذا الكون الفسيح الكبير أن يطلب من إنسان صغير، فهمت، أن يدور حول بيت فيه حجر أسود وأن يرجم الشيطان؟ يعني هذا شنو نطلب أنا من معناتها اللي معناتها متمسكين بهذه الخرافات الموروثة أب عن جد؟ يعني راهو عندما تخرج من الإسلام أو تخرج من الدين لا يعني أنك ما عادش تؤمن برب مهندس أو صانع أو مظهر أو لا، يمكن أن تكون لنفسك إله يكون نابع من داخلك مش موروث، إله تشوفه أنت، إله يكون حضاري، إله يكون حسب مستوى التفكير متاعك والوعي متاعك، وهذا الإله يتطور في داخلك خلال مسيرتك في هذه الحياة. يعني الرب اللي تاخده وانت عمرك 20 سنة يمكن يتبدل وانت عمرك 30 سنة، ويتبدل وانت عمرك 40 سنة، لأنك تحاول باش تفهم روحك. وهذاك معناتها نوصله في الحقيقة الرب اللي في داخلك انت. عندما نقول انا حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه، يعني انا عندما اؤمن بروحي هو اؤمن بالرب اللي في داخلي، اللي هو الاحساس اللي قاعد نتكلم فيه معاكم، وكل واحد فيكم عنده رب في داخله اللي يحس بيه واللي يتكلم بيه واللي يتعامل بيه مع الوجود اللي حوله. اذا معناتها اللي حبيت معناتها نوصل له في فيديو هذه معناتها بعد هذا الانقطاع، يعني قدام فتره، ونحاول ما نوعدكمش المره هذه اني نرجع للفيديوهات، وكما قلت لكم يعني انا ما نحاولش معناتها نقنع الاخرين، وانما اريد ان اعرف وجهة نظري، وأنا عندي وجهة نظر خاصة. يعني خلال مسيرتي في هذه الحياة، يعني تقريبا الآن قريب يعني 50 سنة، كونت نوع من التوازن في الداخل متاعي واقتناعات داخلية، واعطتني نظرة خاصة عن ماهية الوجود، ما يهمنيش فيها صحيحة ولا مش صحيحة. كما قلت لكم الإيمان معناتها مهم بالنسبة للإنسان، لأنه يحقق له نوع من التوازن في هذه الحياة، وما نجموش فهمت ونكون متوازنين بدون إيمان. ولكن المشكلة هل هذا الإيمان يقدمنا نحو الأمام ولا يؤخرنا؟ هل هذا الإيمان مبني على قناعات داخلية عايشينها احنا وعارفينها احنا، ولا إيمان تقليدي قالوا الاخرين؟ يعني انا نمشي ندور حول الكعبة، ولا نمشي نصلي ونركع ونسجد ولا نصوم على خاطر قالوا لازم تعمل هكاكا، فهمت؟ يعني هذا التفكير التقليدي النقلي هذا هو اللي مش مطلوب، لان نتنجم تكون العبادة بأشكال عديدة، ليس بركوع أو سجود أو صيام أو طواقيس أو
ذبح أو نحر أو دم أو حكاية فارغة. نجم تكون العبادة إنك تعمل حاجات باهية في حياتك، إنك تتمتع في الحياة متاعك هذه، إنك تعيش الحياة متاعك صريح مع نفسك وصريح مع ذاتك، وإنك تكون إنسان نجم نقوله إنسان عارف شنو تعمل وتستفيد من التجارب متاعك، وتعرف تكون نفسك، تكون نفسك أنت بحد ذاتك، ماكش مجبور باش تكون كيما الآخرين. إذا معناتها نعرف اللي الحديث عن معناتها الرب بصفة عامة هو حديث يعني طويل وعميق جدا، وأنا كيما قلت لكم نحاول باش ننقل لكم التجربة متاعي، ورغم اللي معناتها ناقش مع بعض الأخوة في الخاص حول التجربة، وديما يطلبوا مني يقولوا لي يا كريم علاش ديما ما تقولناش وجهة نظرك، صحيح تنقد الإسلام، صحيح تنقد فكر الإله الذي جاء به الإسلام أو جاءت به الأديان أو هذا الإله الخرافي، وما تقولناش وجهة نظر متاعك الخاصة كيف ترى فهمت هذا الكون، أو ما يسمى بالأسئلة، ما هي إجابتك على الأسئلة الوجودية. نقول لهم راني انا معناتها في الخاص يمكن نقول هذاك الشيء على خاطر اعتبر اللي المساله شخصيه، ولكن ليس هناك اي مانع ان نقول وجهه نظري معناتها لعامه الناس كيفاش نشوف، على خاطر انا نعتبر ان هذه الاديان ما هيش نمحت من فراغ، وفكره الله بحد ذاتها وان كان الله غير موجود فهي موجوده كفكره. عندما نقول الله هوني دائما أقصد الرب، لأن الله كما قلت لكم حاجة بالنسبة لي هو إله عربي تابع الإسلام. خلينا في فكرة الرب، هناك أسئلة أساسية طرحها الإنسان منذ القدم وأعطاه إجابات عليها مختلفة حسب الحصور وحسب الأوقات، هو من أين أتينا وإلى أين نذهب وهل سوف نحاسب وهل مطلوب منا أن نؤمن بهذه القوة إن كانت موجودة. يعني كثير من الأسئلة الوجودية اللي البشر أعطاها إجابات متعددة. خلينا من الفكر الديني اللي حصرها في معناتها حاجة ضيقة جدا وجعلها طواقيس فهمت تطبق بدون فهم. أنا لا أتصور أن هذا كل المخزون الإنساني جاء من الفراغ كما قلت لكم يعني من الأول، وإنما نابع من حقائق. ولكن اللي أنا توصلت لي عند الخلاصة متاع التجربة بتاعي أن العلم، العلم، العلم الحقيقي، العلم الفيزيائي الكيمياء وعلم الفضاء هو الطريق، هو الطريق. الفلسفة تبقى موجودة لكي تنير الطريق للعلم الحقيقي الفعلي الملموس، وهذا في هذا الطريق يعني باش نحاول معناتها مانيش باش نطول ياسر يعني في الحديث عن وجهة نظري في هذه الأسئلة الوجودية، يعني يمكن نعمل 3-4 فيديوهات لكي أريد أن أنتقل كما قلت لكم سابقا. عندي قداش حبيت نحاول نعمل قراءة وعملتها أنا في الحقيقة لحقيقة اللي جاء في الأديان وخاصة في القرآن أو في الإنجيل أو في التوراة، يعني اللي هو متقارب يعني يعتبر أن الإسلام هو ملخص لتلك المعتقدات، فكرة الجنة والنار، فكرة الملائكة، فكرة الإله، اللي هي معناتها موجودة قبل الأديان هذه المصطنعة، واللي موجودة معناتها في الحضارات القديمة البابلية، معناتها واكتشفها العلم الآن ولقاها مكتوبة، واللي مازالوا يعني
ناس تتبع فيها هي عبارة على تصورات، فهمت؟ روايات. ولكن نحن الآن في القرن 21 وفي المستقبل لازمنا نظرتنا الفلسفية تتطور وتصبح على حسب مستوى الوعي متاعنا وعلى حسب مستوى التجربة متاعنا الإنسانية، وما نقعدوش مربوطين بالماضي. احنا ما نشبش نجيو نلومو الماضي علاش آمن بهذيك الأمور، ولا نتهمو ولا نسبو ولا لا، هذيك أموره الخاصة. المشكلة اللي احنا ما عناش حاجة نؤمن بها خاصة بينا، ما عناش حاجة نؤمن بها خاصة بينا احنا، وما زلنا نقلدو في الآخرين. إذا أنا باش نحاول أطرح بعض الأسئلة ونقول لكم بكل صراحة، فهمت؟ ووضوح شنو هو رأيي في المسألة في الفيديو القادم. كل مرة نأخذ سؤال ونحاول نجاوب عليه. شكرا على المتابعة، وشكرا على معناتها توزيع الفيديوهات، وشكرا على التواصل في الخاص، ومع فيديو قادم وبسلام.